مرحبا وأهلا وسهلا فيكم. I hope you're well and have a wonderful day wherever you are. This is our verb 65 and the verb for today is استعمل. استعمل which means to use or to employ. Let's have a look at the past tense. أنا استعملت. أنت استعملت. أنتي استعملتي. So this is past tense. نحن استعملنا. أنتو استعملتو. هو استعمل. هي استعملت. هن استعملوا. أنا استعملت, أنت استعملت, أنتي استعملتي. So this is past tense. نحن استعملنا, أنتو استعملتو, هو استعمل, هي استعملت, هن استعملوا. Now let's have a look at the present tense. أنا بستعمل, أنت بتستعمل, أنتي بتستعملي, نحن بنستعمل, أنتو بتستعملوا, هو بيستعمل, هي بتستعمل, هن بيستعملوا. أنا بستعمل, أنت بتستعمل, أنتي بتستعملي, نحن بنستعمل, أنتو بتستعملوا, هو بيستعمل, هي بتستعمل, هن بيستعملوا. Let's have a look at the future tense. أنا رح استعمل. أنت رح تستعمل. أنتي رح تستعملي. نحن رح نستعمل. أنتو رح تستعملوا. هو رح يستعمل. هي رح تستعمل. هن رح يستعملوا. أنا رح استعمل. أنت رح تستعمل. أنتي رح تستعملي. نحن رح نستعمل. أنتو رح تستعملوا. هو رح يستعمل, هي رح تستعمل, هن رح يستعملوا. مستعمل is the passive. مستعمل, مستعمل, used. استعمال, 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 use or usage. The imperative. استعمل, استعملي, استعملوا. استعمل, استعملي, استعملوا. The active participle. مستعمل, مستعملي, مستعملين. مستعمل, مستعملي, مستعملين. Number of sentences for you. دائما بستعمل المواصلات العامة ببيروت وما باخد تاكسي. دائما بستعمل المواصلات العامة ببيروت وما باخد تاكسي. دائما بستعمل I always use المواصلات العامة public transport ببيروت in Beirut وما باخد and I do not take taxi is a taxi. انت مستعمل هاي الشركة؟ انت مستعمل هاي الشركة؟ بدي اشتري تأمين من هون. بدي اشتري تأمين من هون. أنت مستعمل هاي الشركة بدي اشتري تأمين من هون. أنت مستعمل هاي الشركة Did you use or have you used this company? بدي اشتري تأمين منهم I want to buy insurance from them. So بدي اشتري I want to buy تأمين insurance منهم from them of them. أنا أوقات بشتري سيارة مستعملة بدلاً من واحدة جديدة. أنا أوقات بشتري سيارة مستعملة بدلاً من واحدة جديدة. أنا أوقات I sometimes بشتري I buy سيارة مستعملة used car. سيارة مستعملة used car بدلاً من. بدلاً من means instead of. بدلاً من it means instead of. Instead of. بدلاً من. بدلاً من واحدة جديدة a new one. أنا عم استعمل نفس السوفتوير وهو ممتاز ورخيص. أنا عم استعمل نفس السوفتوير وهو ممتاز ورخيص. أنا عم استعمل نفس السوفتوير I'm using the same software وهو ممتاز and it's great ورخيص and cheap. هن استعملوا نفس البنا. هن استعملوا نفس البنا بس تجربتهم معه كانت زفت.
بس تجربتهم معه كانت زفت. هن استعملوا نفس البنا، هن استعملوا they used نفس البنا the same builder. بس تجربتهم but their experience. بس تجربتهم but their experience. تجربة is an experience. تجربة experience. معه with him كانت was زفت rubbish. زفت. زفت which means rubbish. Let's have a look at the present continuous. أنا عم استعمل I am using. أنا عم استعمل. أنت عم تستعمل. أنت عم تستعملي. نحن عم نستعمل. أنتو عم تستعملوا. هو عم يستعمل. هي عم تستعمل. هن عم يستعملوا. أنا عم استعمل I am using. أنا عم استعمل. أنت عم تستعمل. أنت عم تستعملي. نحن عم نستعمل. أنتو عم تستعملوا. هو عم يستعمل. هي عم تستعمل. هن عم يستعملوا. Let's have a look at the near future, the going to form. أنا رايح استعمل, I'm going to use. أنت رايح تستعمل, you are going to use. أنت رايحة تستعملي. نحن رايحين نستعمل. أنتو رايحين تستعملوا. هو رايح يستعمل. هي رايحة تستعمل. هن رايحين يستعملوا. أنا رايح استعمل, I'm going to use. أنت رايح تستعمل, you are going to use. أنت رايحة تستعملي. نحن رايحين نستعمل. أنتو رايحين تستعملوا. هو رايح يستعمل. هي رايحة تستعمل. هن رايحين يستعملوا. The same examples, I'll give them another read for you. دايما بستعمل المواصلات العامة ببيروت وما باخد تاكسي. أنت مستعمل هاي الشركة؟ بدي اشتري تأمين من هون. أنا أوقات بشتري سيارة مستعملة بدلاً من واحدة جديدة. أنا عم استعمل نفس السوفتوير وهو ممتاز ورخيص. هن استعملوا نفس البنا بس تجربتهم معه كانت زفت. Great, and with that I'll end today's tutorial. Thank you all very much for watching. Hope you enjoyed it and found it helpful. But before I finish this session, I would like to thank you all for those who actually helping to grow this channel by either supporting or sharing. So thank you all very much. Hope you have a wonderful day. Stay safe.